معشاق الأصالة، يتجدد اللقاء بحضراتكم وتحيتنا تتجدد مع تجدد أشواط صباحي هذا اليوم في ميدان المرموم. تواصل أشواط الحقائق وثامن الأشواط الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل بحفظ الله ورعايته، يحمل الجعدان الحقائق شعارات أبناء القبائل، شعارات أبناء الخليج الحاضرة في ميدان المرموم. نسير مباشرة، نبحر في عمق الميدان، نتعرف على المراكز الأولى. التنافس باين من البداية، ولكن المركز الأول يتقدم الجعدان ويقوده نمجازف منصور بن علي بن حمد بن سعيد العامري، يسيطر على مقدمة الشوط. يلي في المركز الثاني موادع لحميد بن هدوب بن سعيد العمري، ياتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث شاهين الذياب بن غانم بن حمودة الظاهري يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع ملبي سهيل بن حمد بن علي الوهيبي، ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس تدخلات سريعة وتحديات جميلة على المركز الخامس في هذا الانطلاق. المركز الخامس ياتينا ويتقدم هنا ياتي في هذا الانطلاق. هذا هو هملج، ياتي لعلي بن راشد بن غانم المنصوري، يتقدم في هذه اللحظات. بينما الفنان سالم بن سعيد بن كاسب المسافري في المركز الثامن والمركز التاسع يتواصل فيه وينطلق في هذه اللحظات. سلهود لسلطان بن راعي بن خيره الشامسي. أما المركز العاشر فوصل في هذه اللحظات جلمود لهادف بن طالب بن مسلم الخيالي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وفي تحدياته. عوده الى المراكز الاولى، عوده مره ثانيه مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات. عودة إلى المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. يقود هذا المسار سلهود لسلطان بن راعي بن خير الشامسي اللي يتقدم المشاركين. أو رقم ثلاثة، هذا رقم ثلاثة ملبي لسهيل بن حمد بن علي الوهيبي، يسيطر على مقدمة الشوط. بينما يلي في المركز الثاني الذيب لعبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الكتبي، ياتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث نجران لنايف بن عبد الله بن دود الحرسوسي، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. أما المركز الرابع وصل شاهين محمد بن سعيد بالذيب النعيمي الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس هناك محمد بن سعيد بن خالص العامري على المركز الخامس. المركز السادس الذيب محمد بن غدير بن عبيد الكتبي يتقدم. بينما المركز السابع وصل في المركز السابع ضيف ليوسف بن هاشل بن سعيد الذي ينطلق في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، عودة مرة ثانية للمراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول اللي مسيطر ملبي سهيل بن حمد بن علي الوهيبي، يتقدم المشاركين وينطلق ملبي حامل آمال أهالي السلطنة في السلامات من ميدان المرموم مع هذا الشعار المعروف، شعار ممثل السلطنة الحاضر والمنطلق مع هذه التحديات على المركز الأول. على الانطلاق الأول انفرد ملبي بالمركز الأول. المركز الثاني الذيب لعبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الكتبي يتقدم على المركز الثاني. يا سلام، ولكن ملبي انطلق بالمركز الأول. ملبي سيطر على مقدمة الشوط، بعد بينه وبين بقية القعدان. سلام يا أهالي السلطنة، سلام سلام يا من جم السبق، سلام على هذا الفوز وهذا الانطلاق. هذا هو ملبي. السهيل بن حمد بن علي الوهيبي ينتزع ناموسي هذا الشوط وينفرد بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز. السهيل بن حمد بن علي الوهيبي من قدم ملبي في هذا الشوط انطلاقة جميلة وأداء رائع. بينما المركز الثاني اللي وصل في المركز الثاني لعبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الكتبي. المركز الثالث اللي هو نجران لنايف بن عبد الله بن دود الحرسوسي. والمركز الرابع وصل فيه اللي هو براق لمحمد بن علي بن سالم المنصوري. والخامس
شفت الخامس اللي هو رقم 12 المنصور بن علي بن حمد بن سعيد بالخالص العامري. هذه النتيجة للمراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذا هو ملبي يقدم الأداء الأفضل سهيل بن حمد بن علي الوهيبي. تهانينا يا الوهيبي على هذا الفوز، وسلام يا هالي المضيبي سلام. 4:38 و10 أجزاء من الثانية أو جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الجميل. بينما المركز الثاني وصل في المركز الثاني بأداء جميل كذلك وانطلاقة رائعة وتحديات جميلة بنشوفها على شاشة التلفزيون في هذا الانطلاق وفي هذا النقل الحي المباشر من ميدان المرموم في انطلاقات هذا الصباح. وهذا هو من وصل في المركز الثاني في توقيت الزمني مقداره 4:43 و22 جزء من الثانية. تهانينا لمالك عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي مالك الذيب اللي في المركز الثاني. نشوف المركز الثالث. شكرا ابو عدنان ومتابعة التوقيت. وهذا هو المركز الثالث 4:46 و6 اجزاء من الثاني اللي هو نجران لنايف بن عبد الله بالدود الحرسوسي. تهانينا له على هذا الفوز، تهانينا للفائزين بالمراكز الاولى.